رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع احسن ميك اب ارتست ساره حجازي. ازيك يا ساره؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ ازيك يا استاذ ساره؟ الحمد لله بخير. كله حلو؟ الجو برد النهارده. عملت ايه صح في الجو النهارده؟ لا الجو كان مطر وصعب خالص، يعني انا طالعه من بيتي من الساعه 4 عشان اوصل هنا. يا وجايه مش جايه مني من الشرقيه. انا سمعت انك اشهر ميك اب ارتست في الشرقيه. لا مش اشهر قوي كده. لا بجد. انا بقالي 12 سنه بس يعني الحمد لله والشكر لله يعني. قول لنا بقى بدات ازاي ده في مجال الميك اب؟ انا واخداه من البدايه كانت خبره، وبعد كده كنت حابه ان انا اشتغل في المجال والحمد لله. يعني ما خدتيش كورسات مثلا؟ اخدت كورسات عشان خاطر اطور من شغلي. انا كنت شغاله الاول موهبه، يعني شغلي كله كان عند ربنا كده من غير ما حد يعلمني اي شيء. فطبعا كل ما الواحد يزداد خبره في المجال اللي هو فيه، كل ما بيفهم اكتر، كل ما بيعرف ان هو يطلع شغله بشكل كويس، كل ما بيزداد انتشارا كمان. بتعرفك اكتر طبعا. يعني في الاول عملتي داتا وكده ولا اشتغلتي على طول؟ انا اشتغلت على نفسي الاول. وبعد كده بدات فتحت مكان واشتغلت 7 سنين من غير اي تعليم من اي حد، كان فضل ربنا عليا بس. بعد كده بدات اخد دراسات، قعدت 4 سنين بالظبط في كورسات واقدم ايفنتات مهرجانات، اقدم شغلي لحد لما الحمد لله والشكر لله اثبتت وجودي في مكاني. يعني الحمد لله. ده ليه علاقه بمجال دراستك ولا ملوش علاقه؟ لا لا ملوش علاقه بمجال الدراسه خالص يعني. طب احنا هندخل في الاسئله بقى. ربنا يستر. لا خالص، انت لما بتدمجي العين، عشان دي حاجه طبعا محمد عارف كل ما بسال بتبقى حاجه ليا. تمام. الاندماج ده بيبقى صعب معايا؟ لا بالعكس، مفيش حاجه صعبه. انت لو بتحبي الحاجه اللي انت بتعمليها اصلا، عايزه ادخل لونين مثلا وتدخلي 3-4 الوان كمان مش لونين بس، براحتك. اصل انت معاكي فرش ومعاكي مثلا في عيون بيبقى فيها مساحه، بتاخدي راحتك بترسمي براحتك، ادمجي الالوان اللي نفسك فيها. تمام. الدمج مش مشكله. هو بس عاوز تعود، عاوز استمراريه، ان حد ايده تبقى ماشيه في المجال ده على طول. فاصل انا مش لما تكوني انت لشخصك بتعملي لنفسك غير لما بتكوني شغاله فيه. صح. مره في مره الايد بتبقى كويس. تمام. في ناس بتبل السفنجة الأول وبعد كده بيحطوها، ده صح ولا ده غلط؟ الفاونديشن في ناس بتوزعه في فرشة. أيوة. تمام. الاسفنجة طبعا لازم تبقى يعني ايه مندية، يعني مش مبلولة مندية، عشان خاطر توزع معاكي والفاونديشن ما يتكتلش على البشرة وكده. طيب زي ما انت بقى ميك اب ارتست كمان خبيرة بشرة صح؟ يعني كل حاجة. كل حاجة يعني شاملة. نفسك بتعملي كمان شعر؟ كل حاجه الحمد لله والشكر ما شاء الله. طب انا عايزك بقى تقولي وصفه للناس يعملوها اول ما يصحوا الصبح. اول ما يصحوا الصبح اشمعنى؟ او يعني البنات دايما بتحب تهتم ببشرتها اكتر، فاول ما تصحى الصبح تعمل ايه؟ طبعا تغسل البشره بتونر وبتعمل ترطيب للبشره. عندها ماء الورد، ده لازم يكون في البيت على طول، لانه ماء الورد اصلا بيدي نعومه للبشره كده، حاجه حلوه ويعني مش مكلف. لكن ما فيش وصفات معينه انت بتنصحي بيها البنات؟ لا 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 لا، في هتعملي ايه؟ في ماسك القهوه، في السكرابات دي بتبقى بقى حسب مشكله البشره. انت كده عايزنا ما نلحقش البرنامج لما ننزل. هو عايز خلاص اسئله بسرعه. لا لا، هو لما الواحده بتصحى ما بتلحقش. انا عن نفسي جايه متاخره. لا مش كل الناس يعني ليها كل يوم ان هي تعمل حاجات لبشرتها. لا اذا كنت انا بشتغل، انا رايحه الجامعه، انا رايحه شغل، ففي اساسيات لازم اعملها كل يوم وانا نازله الجامعه ونازله شغلي. لازم هعمل مرطب للبشره، هحط روج، هعمل مسكره، حاجات خفيفه. لكن في العادي في الطبيعي مفيش حد بيعمل كل حاجه كل يوم. انا عارفه كل يوم بتعملي شعر. تمام. الديل الحصان بياخد وقت معاكي قد ايه؟ والسنبله وال لا اصل احنا عرايس. احنا قصدها تقول لك ايه؟ ايه رايك في شعري النهارده؟ لا لا شعرها جميل. مش هقول لك النهارده. مش عامله سنبله والله، انا عامله ايه جميل والله. هو اصلا ده اللي نازل اصلا موضه اللي ممكن ما بقاش حد بيعمل شغل الشنيوهات والتسريحات، ما بقاش حد بيشتغله. دلوقتي اغلب العرايس بتسيب الشعر سايب. ايوه دي الموضه فعلا. وبعدين انت عامه الشعر بالذات بيبقى كل شكل وش بيبقى له حاجه معينه. صح. طب ايه اللون الجديد اللي نزل دلوقتي بالنسبه للشعر؟ انا بصراحه ما بحبش حكايه موضه في الالوان والكلام ده كله. انا احب انا ايه اللي يناسبني. يعني احب اشوف ايه اللي يمشي معايا، ايه اللي يمشي مع لون بشرتي. ما اكونش سمراء وراح اعمل لون الجراي مثلا، ما ينفعش مع واحده سمراء. بصي حسب درجه البشره. انت بتفكري ولا لا؟ انا هعملها فعلا. لا الاسود مخليكي جميله، خليكي بالاسود. طب انا عايز اعرف منك بقى الفرق بين كل لوك، اللوك الكاجوال والسواريه والزفاف.
الكاجوال ده بتبقى حاجه هاديه سيمبل خالص زي ما قلت لك، ممكن اعمل مورد الخدود، ممكن اعمل روج، اعمل مسكره، حاجه هاديه خالص كده لو انا رايحه اي خروجه. لكن السواريه بيبقى لو بالنهار تبقى عايزه حاجه بسيطه، لو بالليل برضو لو يعني حكم زي الزفاف خالص، الزفاف بنلعب في الالوان كلها وزي ما احنا عايزين. بس برضو كله بيرجع لشكل العروسه. يعني دي كان ايه؟ ده كاجوال؟ ده موديل. لا ما انا عارف ان دي موديل. ده لوك ايه بقى يعني؟ لا ده لوك يمشي عروسه. ده عروسه اه، لانه لوك جريء. تمام. مش هادي. مش سيمبل يعني. لا مع ايه تاني؟ في تاني، في صور تاني بس مش عارفه. دي من الشرقيه. صح. احنا بلاد الشرقيه امارات اصلا. طبعا انا مش هتكلم عن نفسي كتير. صح. طبعا انا اصلا مش شرقيه اصلي يعني. ما هو قمر طبعا حبيبتي. طبعا. طيب قبل ما يجهزوا لنا الصور برضه عايز اعرف حاجه، كل بشره بتختلف مع نوع الميك اب. تمام. او طريقه حط الميك اب عليه. تمام. يعني البشره الدهنيه غير البشره الجافه غير المختلطه. غير المختلطه. تمام. بقت الصور اهي. بعد كده جاي بقى برد على السؤال ده. تمام. دي ايه بقى؟ جامعه دي هي 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 كانت هي هي البنت، بس احنا غيرنا في الطرحه بس واللبس. هو هو اللي ودي العروسه بقى. ده لوك زفاف. ده لوك زفاف وهادي وبسيط، لان هي عيونها ما عندهاش مساحه ان احنا نحط الوان، فكنا عاملين كله هادي في هادي خالص. الوان النود كانت طالعه موضه، حتى لون الشعر كانت بنوته قمر. دي نفس لا دي بنوته ثانيه. بس ده حجاب. الحجاب بنفسي للعروسه، من تنظيف البشره لحد الميك اب للطرحه للشعر، كل شيء بشتغله بنفسي. طيب نرجع بقى للسؤال. ايه الفرق بين كل نوع بشره؟ البشره الجافه، الدهنيه، المختلطه؟ البشره الجافه في الصيف دايما بتفرز دهون. وفي ناس بتغلط بالذات اللي هم لسه مبتدئين في المجال. ان في فاونديشن كريمي هو اصلا بيكون فيه نسبه زيوت عاليه. فاغلب الكورسات عشان خاطر هو سعره كويس فبيقولوا لي كل الطلبه عندهم. فالناس بتستسهل وتجيبه. سعره حنين، بس تيجي تشوف في الصيف والبشره دهنيه والكريمي فيه ماده زيوت، فتخيل بتحط الزيت على بشره دهنيه عامله ازاي. فلا المفروض انا اشوف البشره قدامي دي عايزه ايه واشتغل عليها. البشره الجافه انا بحبها في الصيف وفي الشتاء، مع انها في الشتاء ممكن تشقق مني. فانا بحاول ان اعمل لها ترطيب، اعمل لها برايمر كويس، اختار نوع الفاونديشن صح عشان خاطر اطلع حاجه كويسه والميك اب ما يشققش مني وما يبوظش مني وكده. طب العروسه يا ساره لما بتجيلك اللون اللينسز بيمشي على لون بشرتها ولا انت اللي بتختاري؟ هو مبدئيا بقالي فتره كذا حد مش عاوز لينسز، لان بيبقوا عايزين الطبيعه اكتر ما هم عايزين يغيروا في شكلهم. فبحاول اشوف الدرجات اللي هي الرمادي بس الغامق. انا كنت في الاول بختار الدرجات اللي هي الفاتحه. هو ده اكيد مش يعني اللي عايز كده العريس مش العروسه. لا في العريس طبعا بيبقى عايز عروسته هي هي، مش عايزها تتغير. عايز اشوف مراتي على الطبيعه. بيبقى عايزها يعني مش عايزها يعني ايه، مش عايزه الملامح تختلف عنه. في عريس ممكن يتصدم مثلا اول ما انت بتطلعي له العروسه بعد ما تعمل ميك اب. ايوه فعلا بتحصل. انت عملت كده ازاي ده؟ لا هو مش بيقول ده، هو عارف عروسته قمر. هو بيدخل يقول ما شاء الله. يعني انا بفرح جدا لما بيدخل عريس يقول لي تسلم ايدك. طيب احنا تسلم ايدك بجد على الحلقه الجميله دي. حقيقه. وعايز اقول لك اللي احنا عاملين لك تكريم كده بسيط، بس يعني مجرد يعني حاجه بسيطه كده ليكي. ده شرف ليا والله. لا والله بجد حاجه كده من برنامج الجريء والجميله بنقدمها لك. الف شكر. اتفضل تعالي. بالليل جايز هنجي لك. معلش الف شكر. وده انا بقلبي معاكي يا جماعه. بيقدم الحاجه البسيطه دي للاستاذه صالح جازي. الف شكر والله على النصائح الجميله اللي انت قدمتيها. ده انا كان نفسي اقعد معاكم وقت اكبر والله، بس بقى الجو كده ايه اخرني عليكم. معلش. انت نورتينا وشرفتينا، ويا رب دايما تبقي في نجاح وتقدم اكتر من كده. الف الف شكر. وتسلم ايدك جدا. تسلم ايدك على ايه حبيبتي. والميك اب كان تحفه بجد. انت اللي قمر والله. واجي لك بقى شرقيه. وانا سعيده والله وانا معاك، وان شاء الله تيجي تشرفيني وتنوريني في مكان. طيب هنروح لفاصل، وبعد الفاصل معانا مسابقة إن شاء الله تكون مختلفة من نوعها وتعجبكم.